السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، التحية للجميع ومرحبا بكم في هذا الخبر العاجل بخصوص المدرب المنتخب الوطني المغربي وحيد خليلوزيتش. توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة قدم اليوم الخميس إلى اتفاق بالتراضي يقضي بإعفاء المدرب البوسني الفرنسي وحيد خليلوزيتش من مهامه كمدرب للأسود. وأصدر جامعة كرة القدم قبل قليل من يومه الخميس بلاغا جاء على النحو التالي: بالنظر للاختلافات وتباين الرؤى بين الجامعة الملكية المغربية لكرة قدم والمدرب الوطني وحيد خليلوزيتش على الطريقة المثلى لتهيئ المنتخب الوطني لكرة قدم لنهائيات كأس العالم قطر 2022، قرر الطرفان الانفصال بالتراضي. وفي هذا الصدد تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة قدم بالشكر الجزيل لما قدمه المدرب السيد وحيد خليلوزيتش خلال الفترة التي أشرف فيها على قيادة المنتخب الوطني، في مقدمتها التأهل إلى مونديال قطر بمنتخب شاب واعد مليء بطموحات مستقبلية كبيرة. من جانبه تمنى السيد وحيد خليلوزيتش حظا سعيدا للنخبة الوطنية. وأكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة قدم أنها ستوفر جميع الوسائل والإمكانيات لتهيئ جيد للمنتخب الوطني في أفق مشاركته في نهائيات كأس العالم قطر 2022. وكانت وسائل إعلامية قد أكدت في وقت سابق بأن أيام المدرب البوسني الفرنسي باتت معدودة على رأس الأسود، وأن إقالته باتت مسألة وقت فقط. وعاش خليلوزيتش ضغطا كبيرا من طرف الشارع المغربي رغم قيادته للمنتخب الوطني المغربي إلى كأس العالم، وكانت الخلافات التي قصمت ظهر البعير بين وحيد خليلوزيتش والشارع المغربي هو الخلافات الكبيرة التي كانت وبين نصير المزراوي وحكيم زياش. إذا رسميا وحيد خليلوزيتش خارج المنتخب الوطني المغربي في انتظار أن يتم تعيين وليد الركراكي مدرب الوداد الرياضي مدربا جديدا للمنتخب الوطني المغربي. هذا ما وصلنا من أخبار مقربة من الجامعة الملكية المغربية بأن الإطار القادم سيكون إطار محلي، مدرب محلي، والكل اتفق على وليد الركراكي في انتظار ما هو رسمي والخبر من الجامعة.